جلالة الملك عبد الله الثاني يتلقى أمس الاثنين اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بالقدس. وكان قد جرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين وحماية القدس في ضوء قرارات قمة منظمة التعاون الإسلامي الأخيرة وتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. من الغد أيضا اللجنة المالية لمجلس النواب تقدر قيمة الدعم النقدي بدل دعم الخبز ب 75.6 مليون دينار مقابل 74.7 مليون دينار بعد استبعاد قيمة الدعم الموجه لغير الأردنيين، وبقيمة دعم سابقة 9.7 دينار سنوية للفرد. وبعد تحديد الشرائح المستهدفة للدعم، فإن الدعم يبلغ للفرد الأردني 14.4 دينار سنويا. ومن الغد مدير عام صندوق الزكاة يقول أن وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية تقوم بعملية إصلاح شاملة أهمها لصندوق الزكاة، وصندوق الزكاة يسدد الدين عن 386 غارمة وموقوفة بمبلغ إجمالي وصل إلى 200 ألف دينار من أصل نصف مليون خصصه مجلس إدارة الصندوق لمشروع سهم الغارمين. إلى جريدة الدستور، ورئيس الوزراء يقول بأن دعوة الملك للاعتماد على الذات لا تعني اقتصاديا فقط وإنما سياسيا حتى تكون كلمتنا حرة. وقال رئيس الوزراء أننا شهدنا خلال هذا العام الكثير من التحديات، ولكن الأردنيين أثبتوا بعزمهم والتفافهم حول قيادتهم أنه لا يوجد صعب على الأردنيين. ورئيس ديوان الخدمة المدنية يكشف أن عدد طلبات توظيف في مخزون الديوان حتى نهاية العام الحالي 2017 تصل لقرابة 370 ألف طلب موزعة على خريجي جامعات وكليات مجتمع. وأيضا خبر يتعلق بكميات المياه داخل للسدود، حيث بلغت كميات المياه التي دخلت جميع السدود في المملكة جراء الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين حوالي 400 ألف متر مكعب، مما أوصل مخزون السدود إلى حوالي 60 مليون متر مكعب من أصل سعة إجمالية تبلغ 325 مليون متر مكعب. إلى جريدة الرأي، وزير الخارجية يصف قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس بالقرار العبثي والمستفز. وأيضا من الرأي، أصحاب معاصر ومزارعون يطالبون في محافظة جرش بإيجاد تشريعات وعقوبات مغلظة بحق من يغش بالزيت أو زيت الزيتون نظرا للأضرار الكبيرة التي تلحق هذه العملية بهذا القطاع الحيوي والهام. ومزارعون في البادية الشمالية يطالبون شركة الكهرباء في محافظة إربد الوقوف بجانبهم في ظل الظروف الإقليمية التي تعصف بالمنطقة وانعكست سلبا على استثماراتهم الزراعية من خلال جدولة المبالغ المستحقة عليهم للشركة. نأخذ جولة بأهم العناوين الواردة على مواقعنا الإلكترونية. من المقر، أشادت غرفة تجارة عمان بقرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد العمل بإعفاء رسوم تسجيل الشقق أو المساكن المنفردة ذات المساحات التي لا تزيد عن 150 مترا مربعا لمدة عام كامل من رسوم التسجيل وتوابعها.
ومن المقر أيضا مصادر مطلعة ترجح تثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل تبعا لاستقرار أثمان هذه الأصناف في الأسواق العالمية. إلى موقع جفرة، العثور على جثة عشريني معلقة على شجرة في الطفيلة. أقدم شاب عشريني على انتحار في أحد الأودية القريبة من بلدة بصيرة في الطفيلة حسب مصدر أمني، وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على عشريني معلق بحبل في شجرة على أحد الأشجار في وادي الخيران غرب بلدة بصيرة. والخطة الاستراتيجية لوزارة المياه والري للأعوام 2015 حتى 2019 تحذر من عواقب سلبية في حال لم يجري التغلب على تحديات مالية وفنية. آخر خبر من موقع جوت 24، استنفار إسرائيلي على الحدود مع الأردن بحثا عن متسلل يزعم الاحتلال اجتيازه الحدود. Peace out.